الكثير من الأشخاص لا يعلم أنه كلمة آز وكلمة براز ليس لهما نفس المعنى، وكل واحدة منهم لها معنى معين. نفس الشيء نطبقوه مع برازونجي وآزونجي، أيضا كل واحدة منهم لها معنى مختلف، وهذا الشيء اللي راح نشوفوه في درسنا اليوم، وراح نعرفه الفرق ما بين هاتين الكلمتين. تابعوا معي الفيديو للأخير حتى نتعرف عليهما. مرحبا أركداشلار نص الصنز ومرو إيسنزدر. كما شفتوا في فيديو اليوم راح نتكلموا عن الفرق بين براز وآز وبرازونجي وآزونجي. في البداية طبعا قبل ما نبدأ في الدرس ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، هكذا حتى توصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة. وطبعا إذا عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك. في البداية مثل ما قلت أنه كان بعض الأشخاص اللي ظنوا أنه كلمة براز وآز هي نفس الشيء. صحيح أنه أحيانا ممكن ترجموها لكلمة القليل أو قليل، ولكن يعني يختلفان. آز هي أقل من براز من ناحية الكمية. مثلا لو نقول لك آز بارامبار، آز بارامبار لدي القليل من النقود، أو لو نقول لك براز بارامبار، براز بارامبار يعني أيضا لدي القليل من النقود. فإذا لاحظتوا ترجمناها نفس الشيء، يعني قليلا أو القليل يعني نفس الشيء، ولكن براز بارامبار يعني لدي القليل، ولكن لما نقول آز بارامبار يعني لدي نقود أقل، قليلة كثيرا بمعنى. تمام، نعطيكم مثال. مثلا نقول لك آز كالسن بنا أربا تشارباجاكت. آز كالسن هذه الكلمة مستخدمة كثيرا، أو هذه العبارة مستخدمة كثيرا عند الأتراك. آز كالسن قلنا بقي قليلا. بنا أربا تشارباجاكت، تشارب ماك هو الاستدام، أربا تشارباجاكت يعني كانت راح تصطدم بالسيارة، يعني بقي قليلا وتصطدم بالسيارة. هنا كما تلاحظون استخدمنا كلمة آز لأنه هذه الفترة اللي كانت راح تصطدم فيها بالسيارة كانت فترة محدودة جدا، يعني قليلة جدا، فاستخدمنا كلمة آز. تمام، نعطيكم مثال على براز. مثلا نقول لك بنادا براز أجين جنم، بنادا براز أجين يعني اشفقوا علي أنا أيضا. مثلا نعطيكم مثال على هذا، مثلا يكون شخص في العمل تاعو في مكان العمل تاعو يعطوله أعمال زيادة على العمل اللي يقوم به، على اللي المفروض يقوم به، فيقول لهم اشفقوا علي أنا أيضا، بنادى براز أجين. تمام، نزيد لكم مثال آخر على آز كالسن لأنه مثل ما قلت مستخدمة كثيرا. آز كالسن منها نتعلموا آز ومنها كالسن. كالسن تأتي بمعنى ليبقى، ولكن لما تكون بهذه العبارة آز كالسن تأتي بمعنى بقي قليلا. تمام، آز كالسن نهتر كبدا ونتيودم. آز كالسن بقي قليلا، أنهتر المفتاح، كبدا في الباب، ونتيودم كنت أنسى. آز كالسن أنهتر كبدا ونتيودم يعني بقي قليلا، بمعنى كنت رح أنسى المفتاح على الباب. حتى نوضح لكم أكثر، إحنا الجزائريين نقولوا بقى غير شوية وننسى المفتاح في الباب، هذيك بقى غير شوية هي آز كالسن. أما السوريين أو المشارقة يقولوا شوي وكنت راح أنسى المفتاح في الباب. تمام، هذه بالنسبة لآز كالسن. الآن نروحوا لمعنى آزونجي وبيرازونجي، كلاهما نقدروا نترجموه بقبل قليل، ولكن بالنسبة لآزونجي فهو وقت قليل جدا، وقت محدد. تمام، يعني قبل قليل ولكن قبل فترة محددة.
إن شاء الله قدرت نوصلكم الفكرة، أو نقدروا أن نترجموه في اللغة العربية إلى للتو. تمام، للتو. مثلا نقول لك بيراز أنجي أولدو، بيراز أنجي أولدو، حدث قبل قليل. ولكن لما نقول لك أز أنجي أولدو يعني حدث للتو، يعني ما كاش فترة، يعني لا يوجد فترة طويلة من أنه حدث. تمام، biraz önce gitti. Biraz önce gitti. ذهب قبل قليل. Az önce gitti. ذهب لت. Az önce geçtim evin önünden. Az önce قبل قليل أو للتو geçtim evin önünden. يعني geçtim مررت. Geçmek هو المرور أو العبور. إذن önünden يعني من أمام المنزل. Az önce geçtim evin önünden يعني قبل قليل أو للتو مررت من أمام المنزل. جملة أخرى. Az önce elini verdik. Az önce eline verdik يعني قبل قليل أو للتو أعطيناها في يدك أو إلى يدك. احنا نترجمها في اللغة العربية في يدك. از اونجي للتو. إلينا، إل هي اليد. إلينا أو إلين سنين إلين يعني يدك أو يدك، وحرف أ هو حرف جر يعني إلينا إلى يدك. نشوفوا جملة أخيرة. از اونجي أونونلا كونوشتوم. از اونجي أونونلا كونوشتوم يعني تحدثت معه قبل قليل أو للتو. نعطيكم مثال. مثلا أنا الآن كنت نتكلم مع صديقتي في الهاتف، وفي الحين اللي غلقت فيه الهاتف مع صديقتي أتت صديقتي الثانية وقالت لي على الصديقة الأولى تبلغك السلام، فنقول لها أزنجي ونولا كنشتم يعني تحدثت معها للتو. فهنا مثل ما ترون الفترة محدودة، أنا غلقت الهاتف وهي أتت وقالت لي تبلغك السلام. ولكن لو بقينا نتحدث مثلا نصف ساعة ومن بعد تقول لي فلانة تبلغك السلام، فنقول لها بيراز أنجي، بيراز أنجي ونولا كونشتم يعني تحدثت معها قبل قليل، يعني يوجد وقت من أنه تحدثت معها. ولكن أزنجي نعاود ونكرر أنه فترة محدودة جدا. كملاحظة صغيرة فقط في الأخير، أعلم أنه في بعض الأحيان كررت الكلام، ولكن هذا الشيء فقط حتى نوصل لكم المعلومة. مثل ما لاحظتوا في الفيديو حاولت أني نوصل لكم الفكرة بأي طريقة كانت، على هذا تلقوني نكرر الكلام. إن شاء الله تكون وصلتكم الفكرة، وصلتوا أو فهمتوا الفرق ما بين أز وبيراز وأزنجي وبيرازنجي. وطبعا حبيت أيضا نشكركم على جميع تعليقاتكم، خاصة الخاصة بالفيديو السابق. يعني صراحة شجعتوني كثيرا حتى أني وضعت برنامج للقناة اللي راح إن شاء الله نحاول أني نمشي عليه، خاصة إذا كنت كل مرة نوضع فيديو نلقى هذه التعليقات، يعني لا يوجد أحسن من هذا. فشكرا جزيلا لكم، نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. كيرشوروز.